ريناوي. كريستين صباح الخير. إذا أنباء عن تسليم جثمان شهيدين مقدسيين أحمد أبو شعبان ومصعب الغزالي، ماذا لديك من تفاصيل؟ صباحك مي وصباح كافة المشاهدين. بالفعل يعني البارحة مخابرات الاحتلال استدعت ذوي الشهيدين أحمد أبو شعبان ومصعب الغزالي. يعني ذو الشهداء يعني اضطروا للرضوخ والاستسلام يعني لانتزاع حقهم بدفن شهدائهم بعد احتجاز لعدة شهور، وبالتالي وافقوا على شروط الاحتلال وهي أن يسلم الشهيدين في ساعات الليل المتأخر، أن يحدد عدد المشيعين إلى 50 شخصا فقط، أن تدفع كفالة مالية قيمتها 20,000 شيكل، وأن يكون الدفن في باب الأصباط في القدس المحتلة. من المفترض أن يسلم الشهيد أحمد أبو شعبان من بلدة أو من حيوة قدوم في بلدة سلوان هذه الليلة عند الساعة 12 ليلا. هنالك تحديد لأن يكون عدد المشيعين 50 شخصا كما ذكرت. وفي منتصف الليلة القادمة أن يسلم الشهيد الثاني، الشهيد مصعب الغزالي، استشهد برصاص الاحتلال في باب جديد، يعني بزعم محاولته طعن حارس أمن إسرائيلي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان طالبا في مدرسة النور ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدم بدم بارد في باب الجديد في شهر كانون الأول. الشهيد أحمد أبو شعبان أعدم في المحطة المركزية في القدس المحتلة، غربية القدس المحتلة، بزعم محاولته الطعن أيضا. يعني هذان الشهيدان هم من ضمن 10 شهداء مقدسيين يحتجز الاحتلال جثامينهم منذ شهر تشرين الأول 10 العام الماضي، وبالتالي معركة كبيرة، حرب أعصاب. صحيح. بعض هؤلاء الشهداء هدمت منازلهم كذوي الشهداء بهاء عريان وعلاء أبو جمل. اليوم نذكر ذلك مؤتمر صحفي مي عند الساعة 10 في بلدة العزارية للحديث عن حملة مساعدة بناء منازل الشهداء في المهدومة في مدينة القدس المحتلة. نشير ونذكر أيضا إلى أن أربعة أسرى مقدسيين سحبت منهم الإقامات، والاحتلال يهدد بهدم منازلهم في صور باهر في قرية صور باهر. نعم، شكرا جزيلا لك كريستين على هذه المعلومات. أكيد رح نكون معك أول بأول حول موضوع تسلم جثمان الشهيدين الغزالي وأبو شعبان في مدينة القدس المحتلة. يسعد